بس لكل مقام مقال. وفي بيتك يا رب طريق القداسة. طبعا بعد الهوجة على الفيسبوك واعتراضهم تم إلغاء الحفلة. طبعا برافو، كويس زي الفل. لكن أنا هنا ما بتكلمش عن إلغاء الحفلة، أنا بتكلم عن إزاي تم التفكير أساسا في عملها. دي قلة أدب. ده معناها إن اللي موجود في الكاتدرائية، الكبير اللي موجود في الكاتدرائية ده هلهطة هلهطة. مجرد إن حاجة زي كده يتاخد بيها أوكي من الأساس، يبقى المسؤول عن الكاتدرائية واللي موجود فيها إنسان غير مسؤول أو غير واعي أو هلهطة، وده ما ينفعش. أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرع المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. واحد من أصحابي هنا لسه كاتب لي بيقول لي لما تعمل الحلقة يا ريت ما تزعقش وما تشتمش. يعني أنا لو ما زعقتش، يعني أنا ماسك نفسي، والله والله ماسك نفسي. أنت بتتعامل مع أوباش سفلة، والله قاموس الكلمات لا يكفيه. دول عايزين واحد يكلمهم بأسلوب نرمين عادل وبأسلوب بهجة صابر، هو اللي يكيفهم، يديهم من الكلام اللي هو ينعلهم الكبير على الصغير بكله. لكن انا برضو مهما كان بحاول. لكن تقول لي ما تزعقش، ده انا اتنقط يا راجل، ده انا ضغطي بيرتفع بمجرد ان انا افكر في الاحداث اللي بتحصل دي. والله ضغطي بيرتفع انا وقاعد معاكم وبتصدع. طبعا احنا سمعنا عن احتفال كان هيتم على مسرح الامبرويس في الكاتدرائيه في العباسيه، وبعد هوجة قامت كان هيتعمل بهاني شنيدر الموسيقار، يعني كان هيجيبوا اغنيه ما تفتكروش يا بنات ان الجواز راح، يا بنات ان الجواز راح، عارفينها البت هي بتغسل كده، وما تفتكروش يا بنات ان الجواز، كان هيغنوه على مسرح من ضمن الاغاني. بالنسبه لهاني شنوده، ليه كل احترام كموسيقار وفنان عظيم وفنان محترم، وانا من الناس اللي كنت بسمع اغانيه وبجيب شرايطها. يعني انا اصلا مش هقول لك ان انا يعني راهب، يعني ما بسمعش اغاني، ما بتفرجش على حفلات. لا يا حبيبي، بتفرج على حفلات وبروح مسرحيات وليا في الموسيقى وليا في الاغاني، وبسمع فريد وام كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ، كلها ما اقولكش انا قديس، لا بسمع، وبسمع هاني شنوده برضه. بس لكل مقام مقال. وفي بيتك يا رب طريق القداسه. طبعا بعد الهوجة على الفيسبوك واعتراضهم تم إلغاء الحفلة. طبعا برافو، كويس زي الفل. لكن أنا هنا ما بتكلمش عن إلغاء الحفلة، أنا بتكلم عن إزاي تم التفكير أساسا في عملها. دي قلة أدب. ده معناها إن اللي موجود في الكاتدرائية، الكبير اللي موجود في الكاتدرائية ده هلهطة هلهطة. مجرد ان حاجه زي كده يتاخد بيها اوكي من الاساس، يبقى المسؤول عن الكاتدرائيه واللي موجود فيها انسان غير مسؤول او غير واعي او هلهطه، وده ما ينفعش. انت هلهطه مالكش في القصه، مالكش في الاداره، روح اقعد في ديرك، روح اقعد في ديرك، يا تقعد في مكان تمثل شخصيتك زي ما كانوا اللي قبليك ممثلين شخصيتهم، سواء البابا كرولس سواء البابا شنوده، يا اما تروح. انما احنا شويه شويه تبتدي موسيقى، وقبل كده في دير الانباب شويكه اتعملت حفله الليله الكبيره، شويه شويه بقى هنجيب سامي جمال، ولا هنجيب ايه؟ لا بقى سامي جمال راحت. صافي نار، هنجيب صافي نار ولوردينا. ما تختشوا وتخلوا عندكم دم شويه، ما تحرقوش دمنا، ما تحرقوش دمنا. حاجتين مهمين جدا لازم اقولهم برضو قبل ما اخلص. لسه شايف فيديو بيتكرر كتير بعنوان
انا مثلي سعودي وزوجي عابر. عنوان واحد كاتب انا مثلي سعودي وجوزي عابر، يعني هو مثلي وجوزي عابر. لا ما يمشيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها عابر يبقى مثلي. عابر يعني امنت بالمسيح، امنت بالمسيح يبقى تؤمن بتعاليم المسيح. احنا ضد المثليه وضد الشذوذ وضد اللواط، الكلام ده مش موجود عندنا. اللي يؤمن بالكلام ده يبقى مهرطق مش مسيحي، واذا كنت عبرت يبقى عبرت للهرطقه. يا ريتك كنت قعدت ملحد وانت بني ادم محترم، مش سيكو سيكو وشمال على انك انت تعبر وتقول لي انا مسيحي. المسيحي ان كونك تبقى مسيحي يبقى اتغيرت، يبقى المسيح دخلك من جوه. دخلك من جوه يعني طهرك، يعني نورك، يعني عرفك ايه الحلال والحرام. لما احنا المسيح بيقول النظرة تعتبر زنا، النظرة زنا، تروح تقول لي شذوذ وتقول لي عابر. عابر ايه؟ عابر ايه يا ده؟ انت عابر الى الجحيم وتدعي انك عابر. لا ما فيش عبور، ده مش عبور، ده عبور جندري، ده مش عبور للإيمان. فيش كلام ده عندنا. إنجيل واضح، كلام الإنجيل واضح، تعاليم المسيح واضحة. أي كسرة للتعاليم دي تكسر مسيحيتك. أنت لست مسيحي، أنت لست مسيحي.